يسعد أوقاتكم أحبائي ويعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون شوربة العدس، رح أعملها على طريقتي الخاصة. بتمنى إنكم تشوفوا الوصفة تجربوها وتعجبكم، خليكم معي حتى تشوفوا طريقة عملها. حطيت 3 معالق طعام من الزيت النباتي، ضفنا عليهم بصلة بحجم وسط مفرمة بالشكل اللي أمامكم. رح أقلب البصل مع الزيت على نار هادية لمدة دقيقتين، ومن بعدها رح نضيف عليها القرع الأصفر، تقريبا كوب حطيت أنا هون، ورح أضيف كمان مقدار من الجزر المقطع. هلأ بدي أقلب هالمكونات مع بعض لمدة دقيقتين كمان. ومن بعدها رح نضيف عليهم كوب من العدس الأحمر المغسول مسبقا، غسلنا بشكل جيد مسبقا. رح أقلب هالمكونات كلها مع بعض. وبعدها رح أضيف عليها مرق الدجاج، ممكن تستخدموا مرق اللحم أو مرق الخضار حسب رغبتكم. رح نسكر هلأ الطنجرة ونترك الشوربة على النار لمدة أقلها 35 دقيقة، عبين ما نتأكد إنه العدس والخضار عندي استوت بشكل جيد. لاحظوا معي كيف صارت هون شكل الشوربة بعد ما مرق عليها تقريبا 30 دقيقة. استوت عندي الخضار بشكل كامل والعدس. رح نضيف عليها مجموعة البهارات اللي قدامكم: كمون، كركم، ملح، فلفل أسود، وبابريكا الحلوة أو الفلفل الأحمر الحلو. رح أحركهم كلهم مع بعض وأتركهم على النار يغلوا لمدة دقيقتين. وهلأ الخليط عندي صار جاهز، شوربتنا صارت جاهزة. رح أتركها تبرد ومن بعدها رح نخلطها على الخلاط الكهربائي. بس بدنا نأكد على شغلة ضرورة، إنه نترك الشوربة تبرد تفاديا لأي حروق لا سمح الله. هيك صار عندي الشكل النهائي للشوربة بعد خلطها على الخلاط الكهربائي. سمكها بنتحكم فيه حسب رغبتنا. أنا هون ضفت عليها تقريبا كوب من الماء الساخن حتى أخفف سماكتها شوي. نحرك بشكل جيد، نتركها على النار تغلي دقيقتين، وهيك صار الشكل النهائي للشوربة وسماكتها صارت ممتازة جدا وصارت جاهزة للتقديم. حبيت أقدم لكم شوربة العدس اليوم بهالطريقة وعلى طريقتي. بتمنى إنكم تجربوا وصفتي وتنال إعجابكم. صحتين وألف عافية، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.